السلام عليكم. أداة خرافية كيف ما تشوفوا أمامكم، تصميم أمامكم، وهذا بعد الرندر، هيكي بعد الرندر، وهذا التصميم متاعي. باش تتأكد شوفها هنا بهي. فهنا حنوريكم كيفية أول شيء وضع الأداة في البرنامج السكتش هاب، وحنديرو تصميم بسيط ونطبقه ونشوفو الرندر عليه كيف. فخلينا نسكر هذه ونعاود برنامج اللي هو السكتش هاب من جديد. بهي، طبعا هذه الأداة مش موجودة عندكم حاليا، فناخد نسكرها ونقول كيف تسطبوها. تدخل على الموقع اللي هو موجود أسفل في الوصف، الموقع هو extensionsketchup.com، وهكذا. طبعا هنا حيطلب منك لما قبل ما تبدأ داونلود تضغط على هذه، لابد ما تدخل حسابك بتاع سكتشاب أو تسجل في عضوية جوجل أو غيرها. تسجيل بسيط وكلنا نعرف كيف نسجله. بعد ذلك يدير تحميل الأداة، يديرها داونلود. بعد ما يديرها داونلود قاعد تحمل فوق كيف ما تشبهه، وهي حجمها بسيط جدا. تمام، بعد ذلك ننتقلوا للخطوة اللي بعدها. الخطوة اللي بعدها وين هو سكتشاب؟ سكتشاب هذا، وغيروا اللوجو بتاعها ما عرفت صراحة. خلينا نمسحوا الراجل هو. طبعا بعد ما تحملها تمشي الاكستنشن ثم اكستنشن مانجر، وحتلقاها طبعا اول شيء تمشي لانستول اكستنشن وتضيف اللي هو الاداة بتاعك. بعد ما ضفتها انا طبعا مفعلها من قبل، فمش ضروري نديرها، فندير ابلاي تشينجز. ممتاز، اذا تظهر لك هنا. فكيف ما قلت لك دير انستول اكستنشن وضيف الاداه، ضيف الاداه من هنا اللي هي اسمها سب اي بي بي اندرسكور اير اندرسكور 1.0. بعد ما تضيفها اوبن، جي تطلع لك فعلها هذه لو كان مسكر، ديرها انيبل ثم سكر النافذه، ثم تدخل على اللي هو الشعار متاعها. طبعا لما تضغط على الشعار متاعها حيقول لك يبي التسجيل، تبي تسجل في موقع اللي هو ممكن صيني، مش عارف يعني أداة أعتقد صينية، لأن الموقع كله باللغة الصينية. فتسجيل يطلب منك الاسم، يطلب منك رقم التليفون وكذا، لأن بيحاول قدر إمكانك ما تفوتش التسعة محاولات. فكيف قلت لك، كيف ما قلت لك، لما تضغط على هذه بإمكانك إنك أنت تسجل تسجيل عادي، يطلب منك رقم الهاتف، يطلب منك باسورد، يطلب منك الايميل، تسجيل عادي يعني. المهم قبل ما افعل اداة، خليني ندير التصميم متاعي ونشوف التصميم متاعي. انا نحب نصمم نفس التصميم دايما، تلاحظوا فيا اللي هو التصميم هذا اللي هو تونكم عليه. نصممه بسرعة مش ما نعطلش هالوقت. ثم بعد ذلك ندير اللي هو رفع، عفوا ندير هذا حرف الام، ارفعه من منتصف لعند هنا. ثم بعد ذلك نجي والنصف هذا إلى نصفين، ثم ندير لامو فيكي، ثم نجي نختار اللي هو نرسمه اللي هو الباب، هذا الباب. تصميم سريع يعني، تصميم ما يعتبرش حتى تصميم يعني، حاجة بسيطة. احنا بعدين نشوفه كيف يطبقها، كيف يديرها حاجة مليحة يعني. فنديرو خط هكي، سوري شنو درت انا، نديرو خط بالكيفية هذه اللي عند اسفل، ومن هنا ومن هنا اللي عند هنا، خلو هكي باهي. ثم بعد ذلك نجي اللي هو نختار اللي هو الاوفست، ندير لها اوفست حاجة بسيطة عند هنا، دبل كليك هنا باش ياخذ نفس الخصائص، دبل كليك دبل كليك كويس. ثم بعد ذلك نحدد الزجاج وندير له لون زجاج. لو كان ما عرفتش وين تلقاه هادي، فعل اللي هو السطر هذا. بالنسبة للباب نجي نختاره له اللي هو وود، اللي هو وود هذا، واي لون يكون اللون هذا. خلاص انا كملت التصميم بتاعي، تصميم بسيط. فنجي نحطه في المنتصف. طبعا هي قريبة هلبة من أداة فيروس، لكن هذه نشوف فيها أفضل، لأنها تعطيك حاجة إبداع إبداع فوق ما تتخيل. تمام، كيف قلت لكم الخطوة اللي بعدها، بعد ما درنا التصميم نضغط على الرمزة و ودير تسجيل في الموقع اللي هو الصيني، تيجي تفهم من الخانات يعني بدون ما الترجمة وكي. بعد ما تسجل فيه تضغط على الخانة هذه ويوريك اللي هو علامة الزائد هيك. يعني طبعا مازال 8 محاولات، كل ما علي نضغط علامة الزائد باش يظهر لي التصميم. ثم ندير كرييت ونخليه يرندر كيف ما يبي. طبعا بقول لكم حاجة، خلي يدير كرييت. طبعا كل ما زدتها، كل ما طلع
تصميم بعيد شوية عن مخيلتك انت وكيف ما تبيه، لانه حيعطيك حال تصميم ابداع لكن بعيد عن التفاصيل متاعك. فانا خلي فيها في النص لانه بيشجلها كويسة وقريبة من متاعي، بامكانك تنقصها تكون قريبة هلبة من متاعك لكن بينقص الجودة متاع التصميم. فشوفوا خلي نستنى شوية، قال لي مازال ثانية واحدة فنستنى. لاحظ معاي هذا هو التصميم، غير اللي مكان الباب ريتو لان انا ندير هذه في المنتصف، لو كان نقصتها تنوريكم كيف لما نقصها. فهذا التصميم الباب الغاه خلاها بالكيفية هذه، هذا التصميم الاول، هذا التصميم الثاني، وخلي ندير واحدة ثانية باهين. فخلي ننقصها هذه ونديرها بوينت 2، وتقدر هنا تكتب برومت معروف، هذا برومت خلاص كلنا نعرفه، المفروض انك تكتب وين تبيه كيف تبيه، في طبيعة في غابة في كذا. فانا مسالي 7 محاولات، فنضغط كرييت وخليتها بوينت 2 كيف ما تشبح فوق. فنستنوا ونشوف الرندر كيف يكون. بعد هلبة من التصميم اهو، بعد هلبة يعني، كل ما زاد كل ما نقص، ولا كل ما نقص كل ما زاد، ماش عرفت انا، اصبح مبنى زجاجي قريب هلبة متاعنا، لكن هذه ما فيش زجاج كله على بعضها، فمعلش خلينا ناخذها هي ونعليها هلبة باهي وندير كرييت. انا يلا غالب في شرحها استنفذت المحاولات كلهم للأسف. ايه معناها كل ما نزيدها، معلش كل ما تزيدها كل ما يكون تصميم قريب منك انت من متاعك. شوف لحظة، هو الباب موجود الزجاج وكذا وهذا الباب، لكن كل ما تنقصها انا سحبها بالعكس، مش واضحة اصلا، مش موضح لي، مش موضح لي. كل ما نقصتها كل ما يكون تصميم جديد موديفكات هلبة يعني. هذا هو بالنسبة للشرح، شوفوا لاحظوا بالله المتعة، شوفوا الجمال. أتمنى تكونوا استفدتوا معي، شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.